السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ سنة ثالثة إعدادي، مرحبا بكم على قناة تعلم ذاتيا. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديروا درس، غنديروا تتمة ديال الدرس المعلم في المستوى، ومع فقرات المعادلة المختصرة لمستقيم غير موازي للمحور الآلاتي. قبل ما نبدأ، شاركوا معنا في القناة باش تشجعونا على الاستمرار، وبارطاجوا الفيديو باش تعم الفائدة. بسم الله نبدأ. المعادلة المختصرة للمستقيم غير موازي للمحور الآلاتي، بتعرف مجموعة نقاط M X Y ذات إحداثية X Y التي تحقق المتساوية Y تساوي M X زائد P هي مستقيم، والمتساوية Y M X زائد P تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم. يعني كل مستقيم عنده معادلة مختصرة كتسمى Y M X زائد P، والعدد بي يسمى الأرتوب عند الأصل. مثال، نعتبر المستقيم L معادلته المختصرة Y تساوي ناقص 3 X زائد 6. ناقص 3 هو المعامل الموجه أو ميل أو الميل، ما يسمى المعامل الموجه أو الميل. وخمسة أو ستة عفوا، ستة هاد ستة تساوي الأرتوب عند الأصل. الآن غادي ناخدو هاد المعادلة ديال هاد المستقيم وغادي نمثلوها في معلم متعامد ممنظم، نمثلوها في معلم متعامد ممنظم. لدينا المعادلة، كيف تعتقد ننشئو هذه؟ إنشاء المستقيم L الذي معادلته المختصرة يجب أولا، يجب ماذا نديرو؟ يجب أن نحدد نقطتين، نقطة جوج نقاط. كون A عند X A Y A، و B لديها X إحداثية X B Y ب. مثال عندنا L، المستقيم L المعادلة المختصرة ديالو هي ناقص 3 X ناقص 3 X زائد 6. هم كيفاش بغينا نديرو على الجدول؟ إلا بغينا نلقاو النقطتين، نلقاو A و B، متى غادي نديرو هنا X؟ X هنا وهنا Y، فوالا، وهنا A X A X A Y A، فوالا. غادي نعطو نقاط. مثلا عطينا X صفر، Y شحال عندو؟ عندنا L هنا كانت Y تساوي، غتولي Y تساوي تلاتة ناقص تلاتة بصفر زائد ستة تساوي ستة، إذا Y كتساوي ستة. إذا النقطة أش عندها؟ أ عندها صفر ستة، صفر ستة. عطينا إكس واحد، إذا إلا كانت إكس تساوي واحد، غتولي عندي إيكغيك كتساوي ناقص تلاتة مضروبة في واحد زائد ستة، هي ناقص تلاتة زائد ستة كتساوي تلاتة، إذا إيكغيك كتساوي تلاتة. النقطة بي لديها في الأفاصيل واحد وفي الأراتيب ثلاثة. إذن بهادو باش غادي نديرو الجدول، باش غادي نديرو هاد النقطة وهاد المستقيم ديال ال معادلة ديالو ناقص تلاتة إكس زايد ستة في معلم متعامد ممنظم. غادي نرسم معلم متعامد ممنظم، فوالا.
معلم متعامل منظم ها هو. مزيان هنا بالافاصيل، هنا الاتيبه، هنا الافاصيل لاكس دي زابشيش، لاكس دي زوردوني، هادو لاكس دي زابشيش. فوالا ستاش 18 20 الى اخره 22 24 26. هنا قلنا اصل المعلم صفر، هنا الافاصيل لي زابسيس، هنا لي زوردوني ايكغيك الاراتي. عندنا في النقطة ا شحال لقينا؟ صفر ستة. لكن عند اكس تساوي صفر في الاراتي بستة، واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة. ها النقطة، النقطة الأولى هي هنا. إلا كانت اكس تساوي واحد، الاراتي بشحال؟ ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. ها النقطة الثانية، إذن هذه النقطة أ، هذه النقطة ب، من هنا من غادي تمر، غادي تمر لنا المستقيم، غادي نرسمو بحال هكا، عفوا، لقو هاد النقط من هنا، المستقيم إيه من هنا داز. هذا هو المستقيم إل الذي معادلته إيكغي كتساوي ناقص تلاتة إكس زائد ستة. كيفاش حتى درنا هنايا في المعلم متعامل منظم، خدينا جوج نقاط، عطينا الإكس أعداد، عطينا صفر ولقينا إيكغي، أو عطينا واحد ولقينا تلاتة، سواء عطينا أعداد سالبة سواء أعداد موجبة، لقاو إيكغي. بعد غادي نلقاهم، غادي نمكم هنا نديرو إكس في الأفاصيل والأراتي فيهم إيكغي، وغادي نرسمو المستقيم ديالنا. أو المستقيم ديالنا ال، المعادلة المختصرة ديالو هي إيكغي كتساوي ناقص تلاتة إكس زائد ستة. من نديرو مثال آخر باش نفهمو بيه مزيان. لدينا النقطة أ اثنان ناقص تلاتة، ونقطة ب ناقص خمسة أربعة. إذن لدينا المعادلة المختصرة أي أ ب، نديرو معادلة مختصرة ل أ مستقيم أ ب. قلنا المستقيم أ ب المعادلة المختصرة ديالو هي إيكغيك كتساوي إم إكس زائد بي. قلنا ام هي المعامل الموجه او الميل، و بي هي الارتب عند الاصل. يعني غادي نقلبوا حنا على هاد ام ونقلبوا على بي. اولا غادي نديرو تحديد ام الميل. كيفاش كنلقاو الميل من ا بي؟ الميل بغينا نلقاو ام يساوي إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. تمام مزيان، إم الميل يساوي إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. أو ولا نديرو إم كلا سبقنا هنا بي، تا هنا كنسبقو بي، سبقنا هنا أ نديرو هنا أ، لا نديرو إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي على إكس أ ناقص إكس بي. راه يمكن نديرو إيكغيك، نديرو مثلا إم تساوي إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس أ ناقص إكس بي. هذا لا، علاش؟ خاص سبقنا بي نبداو ببي، سبقنا أ نبداو نكملو لتحت بأ. فهم هاد القضية. إذا هنا غادي يمكن لينا نخدمو بهادي ونخدمو هادي بحال بحال، نخدمو بهادي كم تساوي
إكريك بي أربعة ناقص إكريك أ ناقص ناقص ثلاثة على إكس أ إكس بشحال ناقص خمسة ناقص إكس أ إكس أ هي ناقص اثنان تساوي أربعة ناقص ناقص هذه زائد ثلاثة على ناقص سبعة تساوي سبعة على ناقص سبعة كتساوي ناقص واحد الميل لقينا ناقص واحد نشوفوا بهذه شغادة تعطينا إلا سبقنا هنا شغادة تعطينا بحال بحال لأن احنا قلنا بحال بحال إكريك أ شحال ناقص ثلاثة فوالا ناقص إكريك بي ناقص أربعة الكل على إكس أ هي اثنان ناقص ناقص خمسة تساوي ناقص ثلاثة ناقص أربعة على اثنان زائد ناقص ناقص زائد زائد خمسة هي ناقص سبعة على سبعة كتساوي ناقص واحد بحال بحال فهمت؟ سبقنا أ بي سبقنا أ غلقوا الميل بحال بحال إذا مهما لقينا الميل غادي نعوضو هنا نديرو المستقيم أ بي عندو ناقص إكريك كتساوي إكس هو ناقص واحد إم هي ناقص واحد غنضربو ناقص واحد في إكس يتولي عندنا ناقص إكس زائد بي ناقص إكس زائد بي مزيان دابا بقات لينا هادي بي بغينا نلقاوها ناخدو نقطة إما ناخدو أ إما ناخدو بي غنلقاو المعادلة بحال بحال باش نقلبو بي بما أن أ ذات إحداثية جوج ناقص ثلاثة تنتمي إلى المستقيم أ بي مهما أ كتنتمي لهذا المستقيم هي كاين هنا ولبي بحال بحال غادي نعوضو إكس إكريك نعوضو هنا في إكريك و إكس نعوضو هنا و نلقاو بي إكريك شحال هنا هي ناقص ثلاثة غنديرو ناقص ثلاثة تساوي إكس شحال اثنان اثنان في ناقص واحد هي ناقص اثنان زائد بي نرجعو هادي لهاد الجي تولي عندي ناقص ثلاثة زائد اثنان كيساوي بي تكافي بأن بي تساوي ناقص واحد ملي لقينا بي كتساوي ناقص واحد نعوضو هنا نديرو هنا نديرو ناقص واحد هنا ناقص واحد وهادي المعادلة المختصرة هادي المعادلة المختصرة ديال هاد النقطة ديال النقطة أ والنقطة بي درنا المعادلة المختصرة إكريك كتساوي ام اكس زائد بي هو المعامل او الميل معامل الموجه والميل كنلقاو الميل كنشدو اكريك بي ناقص اكريك على اكس بي ناقص اكس ا وكنلقاو الوقت اللي لقيناه كنعوضو هنا ب ام او عوضناه لقيناه فيه ناقص واحد عوضناه هنا ناقص واحد في شي ناقص اكس ناقص واحد ناقص بي زائد بي هاي لما خدينا النقطه هنايا لقينا بها النقطه بي وعوضناها غندير مثال اخر وغادي نخدمو ب أ ونخدمو ب بي ومن بعد غادي نمثلوه في معلم متعامد ممنظم باش بعد تخلط لنا الأمور لدينا النقطة أ مثلا ناقص اثنان أربعة و بي اثنان ناقص سبعة ناقص سبعة ولقينا قال المعادلة أ بي المعادلة المختصرة أ بي للمستقيم أ بي المعادلة المختصرة كتكتب على هذا الشكل إكريك تساوي إم إكس زائد بي حنا دابا نقلبو على جوج حوايج كنقلبو على إم وكنقلبو على بي إم قلنا هو المعامل الموجه أو الميل كيفاش كيكون من بين أ و بي كنديرو إم يساوي إكريك بي ناقص إكريك أ على إكس بي ناقص إكس أ فوالا يساوي كم تساوي إكريك بي؟ إكريك بي هي ناقص سبعة ناقص إكريك أ هي أربعة ناقص أربعة مقسم على إكس بي هي اثنان ناقص إكس أ ناقص ناقص اثنان تساوي ناقص إحدى عشر ناقص ناقص زائد على أربعة هذا هو الميل إحنا لقينا الميل مهما لقينا الميل غنعوضو هنا نديرو إكريك يساوي ناقص إحدى عشر على أربعة إكس زائد بي
لان ام هي اللي ناقص 11. ما لقينا ام الميل عوضنا هنا خصنا نقلبوا على الارتب عند الاصل بي. بي كناخذوا نقطه من هادو اما ا اما بي كنديروا ا ذات احداث ناقص 2 4 تنتمي الى المستقيم ا بي. ها هو هذه هي ا بي اكاد تنتمي لها ا كاين هنا وكاين بي. ولا ناخذوا بي ذات احداث ناقص 2 ناقص 7 تنتمي الى ا بي. بما درنا هذه كناخذوا ايكغيك ديال هذه كنديروا هنا و اكس ديالها كنعوض هنا باكس كتولي عندي 4 في بلاص ايكغيك تساوي ناقص 11 على على 4 ها هي مضروبه في ناقص 2 في اكس زائد بي من 4 تساوي ناقص في ناقص هي زائد اختلطوا ب 2 هي 11 على 2 زائد بي. هنا تكافئ بأن بي كتساوي 4 ناقص 11 على 2 نحولنا لهادشي. هنا نوحدو المقام هادي على واحد المقام الموحد هو واش هو 2 نضرب 2 في 4 هي 8 ناقص 11 الكل على 2 هي ناقص 3 على 2 هادي هي بي. مما لقينا بي غنعوضو هنا غنديرو إيكغيك ناقص 11 على 4 إكس ناقص 3 على 2 هذه المعادلة المختصرة للمستقيم A B. معادلة مختصرة للمستقيم A B. ديرو ثالث مثال وهو لدينا A نقطة A ذات إحداثيات ناقص 4 3 ونقطة B 5 ناقص 1 ونلقوا معادلة مختصرة ديال A B لأ B. قلنا المعادلة المختصرة هي كتكتب Y تساوي M X زائد B. M هي الميل أو المعامل الموجه و بي هي الارتوب عند الاصل. اذا غديروا تحديد ام تحديد الميل ام اولا كنحدوه كنديروا ام يساوي اغريك بي ناقص اغريك ا على اكس بي ناقص اكس ا يساوي اغريك بي شحال هي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 اكس بي هي 5 ناقص ناقص 4 يساوي ناقص 4 على 5 زائد 4 هي ناقص 4 على 9. هنا لقينا الميل ها هو. مهما لقينا الميل غنعوضو هنا ناخدو المستقيم ا بي ها هو عندو ايكغيك تساوي نعوضو ام بناقص 4 على 9 ناقص 4 على 9 مضروبة في اكس زائد بي. بغي نديرو تحديد بي الطريقة الثانية تحديد الأرتب عند الأصل بي أش غنديرو فيه غنديرو بما أن نكتب بما أن نقطة من هادو أولا بي بما أن أ ذات الإحداثيات ناقص 4 3 تنتمي إلى المستقيم أ بي ها هي فإن ماذا نعوضو ناخدو إيكغيك هي 3 نديرو 3 تساوي ناقص 4 على 9 مضروب في ناقص 4 هي إكس زائد بي إذن 3 تساوي ناقص في ناقص زائد 4 في 4 هي 16 على 9 زائد بي. نحول هذه الهجي تولي 3 ناقص 16 على 9 تساوي بي. نتبقى لنا بي تساوي واحد المقام واحد هو 9 نضربو 3 في 9 هي 27 ناقص 16 على 9 هي 11 على 9. إذا ملي لقينا بها هي ام عوضناها هنا نديرو المستقيم ا بي المعادلة المختصرة ديالو هي ناقص 4 على 9 اكس زائد 11 على 9
هنا سواء خدمنا بالنقطة أ، هنا سواء خدمنا بهاد النقطة أ أو خدمنا بهاد النقطة ب، راه غنلقاو بحال بحال المعادلة، لأن الميل هو هو، غتبقى لينا ناخدو ب مثلا، ناخد ب، قلنا ب ديال الإحداثيات ب عندها خمسة ناقص واحد تنتمي إلى المستقيم أ ب، هاي ناخدو المعادلة ديالنا هي إكريك، إكريك هي ناقص واحد ديرو ناقص واحد يساوي ناقص ربعة على تسعود مضروب في إكس مضروب في خمسة زايد ب، إذا ناقص واحد يساوي ناقص عشرين على تسعود زايد ب، نحولو لهاد الجهة تولي ناقص واحد زايد عشرين على تسعود يساوي ب، فهم؟ هنا غادي نوحدو المقام، ديرو ناقص تسعة زائد عشرين على تسعود كتساوي ب، تكافي بأن ب كتساوي عشرين ناقص تسعود هي حدا عشر على تسعة، إذن ها ب لقيناها حدا عشر على تسعود، هنا حدا عشر على تسعود بحال بحال، تولي عندي المختصرة ديال أ ب هي ناقص أربعة على تسعة إكس زائد حداش على ستة، بحال بحال. فهمت؟